يا لا 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 ليه يا لا لا حياكم الله من جديد مشاهدينا وحضورنا الكريم. نرحب بأعضاء لجنة التحكيم الأستاذ الشاعر السلطان الهاجري، الأستاذ الشاعر محمد السناني، كما ندعو لشاعرنا الكبير الأستاذ رشيد الزلامي بالشفاء والصحة والعافية وبانتظار عودته سالما معافى إن شاء الله. اليوم أولى منافسات مرحلة 24 أجواء تنافسية للمعنى واللقب مع شعراء المعنى. رحبوا معنا بشعراء هذه الحلقة وهم علي الحصني، ممدوح الدعجاني، عجب السهلي، محمد المري، عبد الله العاطفي، حبيب الزراقي، نواف الرشيدي، وأخيرا تركي السبيعي. أيضا رحبوا معي بصفوف صوته بقيادة الأستاذ محمد القصير. Yeah.
خلوها دار الرجال اللي لا تاريخ دار الرجال اللي لا تاريخ بالماضي تلد تحمل مواقف فالمواقف والسيوف تحدى تحمل مواقف فالمواقف والسيوف تحدى نار الرجال اللي حلوها وان كانت تبغون الكلام الصدق والعلم الوكيد أفعالهم تشهد عليهم والمواقف قدها أفعالهم تشهد عليهم والمواقف قدها إن كانت بغير الكلام الصدق والعلم الوكد يا طيبها من ديرت فيها الكرم يا اللي تدور للسياحة فالسياحة بدها خلوهم سيوفهم في المعركة موت حمر ما يجريد أهل العلوم الطيبة والطيبة لابد أنا شهد إن المدح بالسياح شي كله رصيد ياللي تسمع كلمتي لأهل المعرفة ودا يعطيكم العافية ما قصرتوا.